طيب دكتور أحمد، بيان الخارجية الأمريكية تحدث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاء مسؤولين في إسرائيل يوم الخميس المقبل، ماذا نقرأ في زيارة الرجل؟ نقرأ فيها ما يلي: أولا أنه الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية أقصد، لأسباب عقائدية ولأسباب استراتيجية ولأسباب انتخابية أيضا، عمليا تعطي إسرائيل ما تريد من سحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمعنى إما إن كما قال نتنياهو أنه يغير الشرق الأوسط، بمعنى الضغط على غزة، تدمير غزة وتدمير القدرات المقاومة من أجل رفع الراية البيضاء، وبالتالي عدم المطالبة بأي مطالبات فلسطينية على الإطلاق، يعني تدمير أحد مكونات الشعب الفلسطيني اللي هو حركة حماس في قطاع غزة، وربما تهجير قطاع غزة إن استطاعت، بمعنى أنه الحرب هذه أحد أهدافها العلنية هو تدمير حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ولا يتم تدمير ذلك إلا عن طريق تدمير قطاع غزة. نحن أمام خطة جهنمية، الغرب الاستعماري على رأسه أمريكا والدول الأوروبية مختلفة اللي وقعت وعد بلفور وسايكس بيكو، عمليا ما زالت بعد 100 سنة هم تدعموا إسرائيل، تدعم إسرائيل بالكامل الدعم من أجل تحقيق ذلك، بمعنى أنه الشعب الفلسطيني غير ناضج، لا يستحق دولة، ويجب أن ولا يتساوى في الإنسانية مع أحد، ولهذا السبب أمريكا بايدن والديمقراطي الحزب الديمقراطي والأمريكان بشكل عام والميديا الأمريكية والغربية كل ذلك يعطي نتنياهو وإسرائيل كامل الحرية في أن تفعل ما تريد. إسرائيل طبعا تأخذ المبادرة، تأخذ الفرصة، أولا هي تريد أن تنتقم، ثانيا تريد أن تبتز، ثالثا تريد أن تنهي المهمة القذرة اللي هو تدمير حماس والجهاد الإسلامي، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تدمير الحاضرة الاجتماعية، سميها غزة كبنية تحتية كمدنيين، وبالتالي نحن أمام خطة جهنمية مدعومة موثقة متلفزة، ولا أحد يحكي ولا أحد يقول شيء على الإطلاق، والغرب المستعمر هذه المرة يدعم إسرائيل بفظاظة بشكل يعني لا مثيل له. والمسألة زي ما قلت وأقول ذلك دائما، لا تتعدى الاستراتيجية، تتعدى فكرة أنه إسرائيل تحمي المصالح الغربية، لا لا لا، أنا برأيي أن المسائل صارت خلص، يعني في زي ما في المشروع الصليبي القديم، المشروع الصليبي اللي أجي على بلادنا قبل حوالي 800 سنة، نفس الإشي، نفس الادعاءات، نفس الكلام، نفس الاستعلاء، نفس الأفكار المقلوبة، نفس غسيل الدماغ. لذلك احنا امام هجمه مش بس عسكريه، مش بس يعني حربيه، لا لا، هجمه ثقافيه عميقه. والرد العربي للاسف، الرد العربي مش هستعجل في الكلام، لكن الرد العربي امام هذه الهجمه يعني على 1000 سؤال وسؤال. هل هذا يعني انه الاجتماع الطارئ للجامعه العربيه ربما لن نسمع به شيئا جديدا فارقا في المرحله المقبله للقضيه الفلسطينيه؟ يعني شوفي، نتحدث هيك بصراحة ومن قلبنا، نحن نرغب أنه النظام العربي الرسمي كله أنه يبلور رؤية أمنية، رؤية استراتيجية للمنطقة، مش بس لأنه ليه محو غزة هذا زي الانفجار الكبير، لا يمكن أن يكون حدث عادي وبسيط، هذا انفجار كبير يصيب كل نظام عربي، كل شعب عربي، لأنه خسارة فلسطين بهذه الطريقة، خسارة القوى الحية في فلسطين، عملية خسارة للمشروع العربي، للرؤية النهضوية العربية، هذا هزيمة، أيضا هزيمة حقيقية. وبالتالي نحن نتمنى، نرغب، نطالب، نتمنى أنه إخوتنا وأشقائنا العرب اللي هم عروسنا كلهم، أنهم يبلوروا رؤية للمصلحة العربية كلها، لمصلحة الإقليم، لأنه الإقليم هذا فيه ثروات، فيه طرق مائية، وفي مستقبل، وفي أجيال، ولا يجب نعم. أن نسمح لإسرائيل أن تقود المنطقة وتستغلها وتفككها كما تريد.